ريتو كان اللي قال قبل وجدوا دين الاسلام في بلاد غير المسلمين، هذاك صحيح. نشد ميكا تاري كل جيتار المانو مي سونو ليتاليانو سونو ليتاليانو. كي نقول لك اعطي عنوان لحياتك، شنو عنوان تعطي لحياتك؟ بالنسبة عنوان لحياتي دمع الرجال صعيب، والدنيا يوم بيوم، وجيك يا ظالم يوم. شكون الظالم؟ الظالم الحياة، الحياة الظالم. ونعطي ما ظلمتنيش، أنا عشت حياتي عمري 40 سنة، عشت حياتي حرقت 5 مرات أنا يعني. وقت اللي قلت الحرقة ب 200 دينار نطلع ونرجع، وراح مشد في قبره. أنا عمري 40 سنة ردي بالك، ونشيخ والعالم وردي بالك من اللي عاملين كذا. أنا كورونا وأنا نعطيك من الآخر، أنا نعطيك حكاية. أنا ولد حومتي مشيت معاه محارق، جبت المحراق وصلت اللمبادوزا تاك تاك تاك. الحلقة تعرف قد كان؟ أنا توا كي يسمعوني ولد حومتي يقولوا لي ب5 ملايين، 5 ملايين بنروح الحماس بيع الكارتينة بركة تربح. الكارتينة يبيع الكارتينة بركة يربح 5 ملايين. أنا مشيت طليان كارتينة، وهلا هلا هلا المنظر بالجبل متاع عام 70، هذه وقت كنت في الستاد في الزويت، وقت كنت قبله في الشيلينغ. جمهور السيويتي، جمهور السيويتي هذا هو الروج، جمهور السيويتي والستاد والكليب والاسبيرانس. على حياتك خلينا مشهوره. ريت الشيلينغ كانت قبل نهار الاحد عهد الخير، مش عهد توا، قبل كان عهد الخير. اسمعني، عهد الخير قبل شكال؟ كان تقبل العباد ب5000 ياخو بكو دخان وياخو 10 بيرة ويدب للشيلينغ ويمشي يتفرج في السي و تي والستاد، رفع الزيتا والاسبيرانس والكليب ويبدا فك الشيلينغ. جمهور السي و تي الساعة ما يتفرجش في الستاد، الماتش ما هو لك وهما لك ما الدواه. شكون مارك؟ ما يعرفوش شكون مارك، ما يعرفوش شكون مارك. يا ودي لحظة يعملوا ايه سيوتي بركة ليه مركولة عبد الله عيبه مرتين خليف يعملوا هكا. انا ولد الملازية مولود في الدور منا نعطيك من الاخر. الحياة هذه رتاها عبير موسي والنهضة ركبوا على الشعب وتيت. ما حبيتش نقول يعني تيت ارتيهم هذوما الكل. الله يرحمك يا زين العابدين بن علي، حاجة برك أنت ذرتنا فيها، الله يرحمك ونعمك. وقت كنا نعرف قبل ترجعنا، الباقي الكل يرحم والديك، أو نعطيك من الأخ. الباقي الكل عمل اتفاقية المرغار بالكل تروح، ما تروحش، أما نعطيك من الأخر يعني. قبل نعطيك من الأخر يعني. ريتو كان اللي قال قبل وجدوا دين الإسلام في بلاد غير المسلمين، هذاك صحيح. توا نعطيك من الأخر يعني. أنا في لافيني واحد راكب 100 مردومة يتعدوا يقلبوه خل ندووه تفتفوه، يقلبوه خل نسووه نعملوا له الاسعافة الأولي أعطيه متاعه يمشوا. فهمت شنو نقصد؟ يمشوا مردوم هو راقد ما ميت. أنا صارت لي مرة قبل واحد راقد في الستاسيون، قلت له مش بيه نعملوا له الاسعافة الأولية يقلبوه. يجبد عنده 200 دينار شقلبوه، يجبد معناتها يتفتفوه هو ميت غادي. انا وصلت وشفته ما نعطيكش حكي. لا شتا ميكا تاري كل جيتار المانو مي سونو ليتاليانو مي سونو ليتاليانو فيرو بام بام. جات عندي جيتارة وراح مجد. انا اعطيك من الاخر، انا كان جيت تتبع الفيسبوك والانستغرام والعالم اكثر فين عملهم الاسر علي ولد حومتي في ولد عمارة. ولد حومتي تعرف ولد عمارة؟ فيرو تيزيان مش ايطاليان. انا فيرو ايطاليان خاطر اسعد شعب في العالم سالوهم هذوما، اسعد شعب انا. الشعب اللي تعرفش عليه هم سموها لابوبيل دو لوروب، خاطر هي عامله الصبات نتاع ريتها خارج ايطاليا ما الصبات كوم كوا
لابوتال الترافستيت وكذا. انا عندي ولد حومتي عاش 5 سنين في ايطاليا مع شكون؟ مع ترافستيت. اللي فهمها يعرفها بال ترافستيت. عاش في ايطاليا ويعرف. تعرف شنو هو فطوره؟ ماكلته شمتو كوكا بورا ولا كوكا مسخ؟ ما ثم فرق، راه ثم فرق بين كوكا المسخه والرد بالك.